السلام عليكم، كيف دايرين؟ كنتمناكم بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفكره جديده. كيف كتشوفوا، انا ديجا بديت العمل، عاد جاتني الفكره على انني نصوره ونتقاسمها معكم. اول حاجه كيف كتشوفوا، على انني كنصبغ في واحد لو تابلو، يعني لان قطعت العود ديالو عند النجار ودرت له المونتاج ولصقت فوق منه الثوب، يعني لا طوال ديال الترسامه، وكنصبغ فيه بهذا اللون سي بانتور اكريليك، يعني صباغه ديال تلمة عاديه. دونك غادي نصبغها، نكملوا في الصباغه ومن بعد غادي نرجع معكم. قبل كتشوفوني على انني كندير بداك الفشفاشه، راه فيها غير الماء، ما فيهاش شي حاجه زعما اللي هي يا خارقه، فقط الماء اللي باش يعاونني كنفزك به بالثوب باش يعاونني على انني الصباغه تمشي ليا سهله وتمشي ليا. كيف كتشوفوا هنايا، انا خديت هاد الاطباق هادو ديال الحلوى، خديت فيهم هذاك الصغير وخديت فيهم هذاك الكبير، وغادي نصبغهم، غنصبغهم بلوندوي ولا غنصبغهم بستوب استرال باش يوقفوا لي الطباسل ويعطيوهم ويجيو شويه واقفين وشويه غلاضين، وتا هما من بعد غادي نحطهم حتى ينشفوا ونرجعوا نديروا اضافات وحدين اخرين. الطباسل هنايا بعد ما نشفو، يعني درت ليهم لوندوي ونشفو، غادي ناخذ هنايا سوا بابي دو ري ولا بابي سيرفيت على حسب لو تيم اللي غادي تخدمو، ولا ديرو بابي ديكوباج حتى هويا تيجي مزيان على حسب، ولكن من الاحسن نشوفو لي شيت اللي عندنا هما الاولين. كيف تشوفوا انا جا معايا واحد القفه ديال لي شيت، دونك دائما نشوفو لي شيت حيت ما غاديش نحتاج طراف كبارين، نشوفو لي شيت هما الاولين عاد ديك الساعات نبداو تنخدمو. دونك غادي ناخذ واحد من هادو، وكاين اللي غادي نصبغو، يعني ماشي كلهم اللي غادي ندير فيهم البابي دو ري. دونك غادي نختار انايا هنايا غادي ندير بابي سيرفييت فاصون، غادي قدني هكايا، وغادي ناخذ لاكول ديكوباج باش غادي نخدم. هنايا هذا الورق عندي رهيف، ما محتاجاش ندير له لاكول من التحت، غادي نديرها غير هنايا من الفوق هكايا نيشان، وغادي نلصقو. كيف قلت لكم كاينين طبيصلات اللي انايا غادي ندير لهم الورق الاوز ولا ورق المناديل، وكاينين طبيصلات اللي غادي نصبغهم ديريكتومون. دونك هذه هي فكره على استغلال هاد الاطباق ديال الحلويات اللي كنديروا في زانيفيرسير، ولا تيكونوا فيهم كاين اللي فيهم رسومات كاين اللي كيجيو هكا ذهبيين، ولكن ممكن نصبغوهم ونستغلوهم في عمل ديكور. معليش غادي ندير هكايا وغادي نزيد هذاك الطرف اللي هويا غادي يخصني حتى هذا البابي ديكوباج، لانه هو شويه غليظ ضروري غادي ندير له لاكول من التحت وصافي، وغنمشي به هكايا في جنبات. يعني تحاولوا دائما تحافظوا على هذوك لي شيت اللي تيبقاو لكم، ما ترميوهمش، ديروهم في شي بواطا ولا هكايا في شي قفيفه، ولا كان فيما يكون عندكم شي عمل تجبدوهم تطبقوا دوك لي شيت من الاولين تخدموا بهم، عاد من بعد تقطعوا صفحه ولا تقطعوا اللي بغيتوا. هنايا اختي ضروري ندير لاكول هذا من تحت باسكو الورق ديالو هو شويه غليظ. دونك انا غادي نزيد هذاك الزياده اللي هنايا اللي خصاتني، غنقطع عشوائيا وغادي نزيد هاد الزياده هادي، ما غاديش تبان ليا، يعني غادي نشوف ما غاديش يبان ليا على انني راني درت واحد الزياده. فوالا بحال هكايا، وحتى هويا من بعد غادي نخليهم حتى ينشفوا ونقطعهم بالمقص على هاد الشكل هكايا. غادي ناخذ هنايا ناخذ الصباغه اكريليك وغادي نشوف الالوان. فوالا ناخذ بريميوم وي على حسب هنا الالوان اللي انايا درت، هنا نقدر ناخذ لو بلو وناخذ هاد لو فيغ هذا بجوج، وما عندي في هاد الورق هذا. دونك نختار لون واحد فيهم، نبدا باي لون ونصبغ، غنختار يعني نخرج اللون من الالوان اللي عندي سواء في ورق الارض ولا في ورق المناديل اللي باش غادي نصبغ هاد الطبيصلات هكايا. حاول نقاد الصباغه مزيان
فهاد الجنابات هادو هكا. صافي دونك انا غادي نكمل اشنو اللي غادي نصبغ باش ما نطولش عليكم لا فيديو. دونك انا هادوك الطباصل ديال الحلويات ملي صبغتهم ونشفو كاين اللي درت له البابيي ديكوباج بابيي سيرفييت غادي نستفهم فهاد لو شاسي هذا ونشوف الحطه اللي عجبتني هي اللي غادي نمشي عليها. وغادي نجيب لاكول اسيليكون وغادي نبدا كنلصق. انا صبغتهم حتى من التحت وغادي نبدا كنلصق هاد الطباصل هادو. نلصقهم كيف ما بغيتو على هكايا. غادي نبقى غادا كنلصق فيهم هاد الديكورات اللي هما دابا خارجين لا مود وشي شويه غاليين. نقدو حنا نصوبوهم على هكايا. نقدر نركبهم وحده فوق من وحده يعني يجيوني شويه يعطيني شويه لو غولييف ما يجيوش ماشي نجيبهم وحده بعضياتهم نجيب واحد فوق من واحد. هلا كي غادي نمشي ندي كاع عامره صباغه تقدروا ديروا هاد لو طابلو يعني ديروه كبير ديروه صغير على حسب هذاك لو فيد اللي هو عندكم على حسب الحيط اللي غادي تحطوه فيه غادي تعبروا عليه. تقدروا ديروه في الكوزينه وديروا لو تيم ديال هذاك البابيي سيرفييت اللي فيهم داكشي ديال الكوزينه وداكشي تقدروا ديروهم حتى هو كيجي منظر ديالو زوين. انا خديت بحال هادو هاد السليلات هادو ديال الثوم وصبغتهم كيف كتشوفوا هنايا صبغتهم في خديت تقريبا دي كولور اللي هما يا اقربين. دونك غادي نجي باش يعطيوني شويه لو غولييف يعني ما يجينيش هادوك كلهم مسنطين. بغيت شويه ديال العلو يكون عندي في الطابلو ديالي. غادي نجي وغادي نلصقو هنايا شدي من التحت هكايا فوالا. الوغ هدا غادي نديرو في هاد البلاصة هادي هنايا اللي خليتلو طاح لالونج معليش فوالا. غادي نجي هادو باقي منشفوش مزيان قتلي هاد الاورانج حتى هي مازال ما نشفاتش مي غادي نقلبها. الاضافات اللي غادي ندير اشنو غادي نزيد بحال هاد العود هذا هادو حلقات انا غنوريهم لكم كيف كانوا مبقيتش كنستعملهم شفتو هادو سي حلقات ديال العود هكا مزروقين. دونك هاد الحلقات هادو عود عجبوني بلا ما يضيعوا غادي نجي وغادي ندير كل وحده فوسط من وحده تقريبا. عندي بحال هذا الشكل هذا ديال العود اللي حتى هو ممكن نصبغو ونديرو في قلب منهم. كاين ثاني بحال هذا الشكل هادو لقيتهم كيتباعوا موجودين ماشي انا اللي مصاوباتهم هاد لي سوطاس حتى هما غادي نستعملهم غير باش نزين هاد الاطباق ما نخليهمش هكايا فارغين. دونك انا غادي ندير هنايا غادي ناخذ هادي غادي ندير لها لاكول وغادي نلصقها الوسط على هكايا. يعني لاكول بيستولي ولات مسهله علينا بزاف الخدمه. دونك هذا تا هو غادي نجي نديرها هنايا فهاد البلاصه هادي. حنا درت لانفيرس غندير هاد الخضيره الصغيره ولا حتى هي غادي نديرها فهادي هكا في الوسط. هادي حتى هي غنديرها هنايا بحال هكايا. دونك هادو هما الاضافات اللي انايا درت. يعني انا في الاول كانت الفكره عندي كنت غادي نخدم هادو كاملهم
هما يا اللي لصق هكا يا ويجوني نيفو واحد وما تلاوش عجبوني. وجاتني الفكره انني نلصق هاد الاطباق هادو، دونك كنتمنى ان الفكره تعجبكم. انا غادي نحطو في الحيط ونوريه لكم كيفاش جا المنظر ديالو. طابلو علقته هنايا غير باش نوريه لكم كيفاش جا الشكل النهائي ديالو، تشوفوه من بعيد هكايا. انا غنقضب باش نوريه لكم. دونك كي هذا هو الفكره ديال هاد لا فيديو ديال اعاده تدوير الاطباق ديال الحلويات. تقدروا ديروا دوك الاطباق المربعين، ديروا الاطباق يعني حيت كاينين بزاف ديال الشكل، ديروهم ميم ديال البلاستيك اللي تيكونوا شويه قاصحين وكبارين، وديروا بزاف ديال الاحجام مختلفه. تقدروا ديروا هاد لي بانيي ديال الدوم اللي انا استعملت هنايا، حتى هما كيجي المنظر ديالهم زوين. هذه الفكره، وبطبيعه الحال كل واحد كيطبقها على حسب الامكانيات اللي عنده. هنا درنا فيها اعاده التدوير. وكنتمنى انني نقرا رايكم في التعليقات وتقولوا لي كيف جاتكم هذه الفكره هذه، واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش. كيف دائما ان شاء الله يا ربي كنضرب لكم موعد فكره جديده وفيديو اخر جديد. تبقوا على خير.